السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم لمتابعة آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم من تونس. والبداية من ولاية جندوبة، حيث اندلعت عدة حرائق في وقت متزامن تقريبا، ساهمت في انتشارها درجات الحرارة المرتفعة وقوة رياح الشهيل. هذه الحرائق لم تسبب خسائر بشرية بعد إجلاء متسكني المناطق المحاذية لها، لكنها خلفت خسائر مادية في الغطاء الغابي والمنازل وقطعان الماشية. معظم حرائق الغابات المسجلة خلال الفترة الأخيرة تعد من أصل بشري، وفق رئيس مصلحة حماية الغابات وصيانة المعدات والتجهيزات الغابية بالإدارة العامة للغابات زهير بن سالم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. حرائق هائلة اجتاحت مناطق غابية في معتمدية فرنانة من ولاية جندوبة وصلت إلى المنازل، وتسببت في انفجار عدد من قوارير الغاز المنزلي ما زاد في قوة النيران. حوالي ماضي ثلاثة ونص، معناها في وقت قياسي جات النار، ما نجمناش نتصرفوا، حاولنا باش نمنعوا العباد واموال العباد. فما ناس كبيره، انا واحد من الناس، عندي الوالده نتاعي الامراض كلها عنده، منعناها بشكل معناها بشق الانفس. عندي حيوان، عندي فلاحه، فهمتني، انقذت الصياح اللي عملته. واجبرت هذه الحرائق عددا من متسكني المنطقتين على الهرب واخلاء منازلهم، بينما تم اجلاء عديد المتسكنين الاخرين وحيواناتهم من قبل أعوان الحماية المدنية وأعوان من الحرس الوطني والغابات ووالي الجهة والمدير العام للغابات. كان الهدف نتاعنا الاول والاساسي هو حمايه المتساكنين وحمايه الممتلكات نتاعهم، هذاك عليه قمنا بعمليه اخراجهم من المنازل هذه وتامينهم بمكان امن. هناك احتراق لبعض المنازل، احتراق جزئي او بالجدران الخارجيه، اضافه الى ما يقارب 7 أكواخ لحفظ المواد العلفيه او لحفظ الحيوانات، اضافه الى مواد علفيه اخرى من تبن وقرط وبيوت نحل واشجار مثمره من زيتون واشجار كروم وكذلك الجوز. والي الجهة وصف الوضع بالمقلق للغاية، ما يستوجب التدخل السريع من جميع الأطراف، فيما تمت دعوة المتسكنين إلى إخلاء منازلهم بما في ذلك البعيدة عن المنطقتين توقيا من توسع دائرة الحرائق. أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الحداد الوطني وتجميد الأنشطة الحكومية والمحلية ما عدا التضامنية منها مدة 3 أيام بعد وفاة 65 شخصا بينهم 28 عسكريا، إضافة إلى 12 آخرين في حالة حرجة بالمستشفى جراء الحرائق المستعرة التي نشبت في عدة مدن جزائرية نتيجة موجة الحر التي وصلت إلى 46 درجة مئوية. هذا وقد تم تجنيد كل الإمكانات المادية والبشرية للسيطرة على أكثر من 100 حريق اندلع في 14 ولاية. وأكد الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أن أياد إجرامية ليست بعيدة عن الحرائق نظرا لاشتعالها في توقيت واحد، موضحا أن بؤر الحرائق على مستوى ولاية تيزي وزو والتي تعد الأكثر تضررا تم اختيارها بدقة متناهية نظرا لسرعة انتشار النيران وصعوبة وصول وسائل الإنقاذ إليها. نسبة عالية في استهلاك الكهرباء تم تسجيلها يوم الاثنين الفارط، ومن المنتظر أيضا أن تكون أرقام الاستهلاك قد ارتفعت أكثر يوم الأربعاء تزامنا مع موجة الحر التي تشهدها تونس. نسبة استهلاك فاقت توقعات الشركة التونسية للكهرباء والغاز لشهر أوت. مع ارتفاع درجة الحرارة يزداد الضغط على استهلاك الطاقة، فوفق المؤشرات المبينة في قاعة التحكم بمركز التحكم في الشبكة الكهربائية برادس، فإن الإقبال على استهلاك الكهرباء من المنتظر أن يسجل اليوم أيضا ذروة جديدة تتجاوز الذروة المسجلة يوم الاثنين والتي بلغت 4434 ميجاوات على الساعة 3 مساء تقريبا. طول 11:30 ولاحظنا اللي فما فارق ما بين اليوم ونهار اثنين اللي صار فيه ذروة، وفما فارق ما يقارب 100 ميجاوات في الزيادة. اليوم حاملين حسابنا اللي مش نكونوا أكثر من نهار اثنين، ممكن نفوتوا شي ب 50-30 ميجاوات، ممكن نوصلوا شي أقل شوية من 4500 ولا أقل شوية. ورغم أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز أكدت استعدادها مسبقا لهذه الكميات القياسية لاستهلاك الكهرباء، فإنها أشارت إلى أن انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق يعود أساسا إلى حدوث بعض الطوارئ. صار انقطاعات في شيرة مازبرقيبة وبنزرت ومازجميل ومتلين،
وهذا ناتج عن الحرائق اللي صاروا غاديكا. باش سمحنا للحماية باش تدخل تلزينا باش نقصوا الخطوط جهد العالي وجهد المتوسط، هذا جست تدخل الحماية وتلزينا باش نقصوا. وفي مناطق الاخرين لاحظنا بعض محاولات الجهد المتوسط فاتوا الطاقة نتاعهم مع السخان اللي موجودة، فيهم شكون تحرق، فيهم على المحاول تحرق. وحفاظا على توزيع الكهرباء ولتجاوز الانقطاعات المتكررة، جددت الشركة التونسية للكهرباء والغاز الدعوة إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك خاصة في هذا الظرف الصحي الاستثنائي. رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر الأربعاء زيارة تفقدية لمركزي تبريد منتجات فلاحية بمنطقتي جديدة وتبربة بولاية منوبة. وقد شدد رئيس الجمهورية على أنه لا مجال للاحتكار والمضاربة في المواد الفلاحية، وسيتم التصدي لكل من يحاول التحكم في قوت الشعب التونسي وتركه للجوع والعطش. كما أكد رئيس الدولة أنه من غير المقبول أن تتحكم مسالك التوزيع في كميات المنتوجات المعروضة في الأسواق والترفيع المشطي في الأسعار والأضرار بالفلاحين والعمال وبالقدرة الشرائية للمستهلك، مبينا بأنه سيتم تحميل المسؤوليات لكل الضالعين في ذلك مهما كان موقعهم. معنا تخدموا السلام السلام ورحمة الله، معنا تخدموا عملة، وقداش تاخذوا في الشهر؟ 500 ألف ومرسمين يصب علينا ما أحضر يصب عليكم. هذا جيت لهنا حتى بتوجه للشعب التونسي مش لمسالك التوزيع كما يقولوا، لمسالك التجويع. معنا قداش البطاطا محطوطة وبطاطا معناها مستوردة من الخارج يعني. ومن بعد مش يخرج وين البطاطا هذه مش يبيعوها للتونسيين بل في فرنكو 18% و 12%. وهذا يسمع من يريد أن يسمع ومش لهنا، وأنه هذه المسالك اللي عملها والمسالك التجميع والتركيب الشعب التونسي انتهت ومش يتحمل المسؤولية كاملة. الفلاح يخدم معناها السخان هذه ويموت، والتونسي ما يلقاش ما ياكل، وتشوف المليارات كنسة باش يسوعوا الشعب التونسي. وانتم ايضا العمال اللي تاخذوا اللي المفروض تاخذوا حقكم كامل. ضرورة الاستعداد الجيد للعودة المدرسية حتى تسير في ظروف طيبة كانت محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح الأربعاء في مقر الرئاسة بقرطاج وزير التربية فتح السلاوتي، مرفوقا برئيس مدير عام المركز الوطني البيداغوجي سهير عنان، ورئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي سمير قرابة، ورئيس غرفة أصحاب المكتبات جمال دردور. وأكد رئيس الجمهورية أن التربية من قطاعات السيادة، ولا مستقبل لتونس إلا بتربية سليمة ترسخ قيم الحرية والعمل والأخلاق وتحصن المجتمع من الإرهاب والفكر المتطرف. كما شدد على قيمة المعلم والأستاذ وضرورة الإحاطة بهم. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن ضرب التعليم جريمة، حاثا على القيام بإصلاح وطني جذري للتعليم ووضع مناهج التكوين السوي للتلاميذ لبناء تونس جديدة. كما دعا رئيس الجمهورية المركز الوطني البيداغوجي وأصحاب المكتبات إلى أن يساهموا في هذه اللحظة التاريخية التي تشهدها تونس عبر المبادرة بالتخفيض في الأسعار. التربية من القطاعات السيادة، وتم ضرب التربية في تونس منذ السنوات 80 من القرن الماضي، ولا مستقبل لتونس للوطن إلا بتربية سليمة، إلا بإصلاح جذري للتعليم. تم اتخاذ جملة من الإصلاحات أو جملة من القرارات قدمت على أنها إصلاحات، ولكن لضرب المكسب الحقيقي لتونس وهو التعليم والعلم. التعليم من قطاعات السيادة، وإن شاء الله سيتم إصلاح التعليم إصلاحا وطنيا، لأن الإصلاحات التي تم إدخالها وتذكرون السيد الوزير لم تكن إصلاحات بريئة،
أهم شيء هو التعليم الذي يحرر الفكر. ونذكر في الختام أن مؤسسة التلفزة التونسية تعرضت إلى بعض الأعطاب الفنية نتيجة الانقطاع الكهربائي الناجم عن الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة هذه الأيام، والذي بلغ رقما قياسيا يوم الثلاثاء في تونس العاصمة، ما أثر على المنظومة المعلوماتية لإنتاج الأخبار وبثها. وإننا نعتذر مشاهدينا عن تقلص خدمتنا الإخبارية والبرامج التلفزية. بهذا إذن تنتهي النشرة. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. في أمان الله.